بالله، عندنا النهارده تركيب غسالة ملابس فريش. أول حاجة طبعا نفتح باب الغسالة ونحط الغسيل، بس ما نتبسوش ما نضغطوش، بنعمل قبضة يد ما بين الغسيل والسقف، الحتة تبقى فراغ فوق الغسيل. نمرة اتنين بنفتح درج المسحوق، أساسي كل مرة بحط نص كوباية مسحوق في الدرج اللي على الشمال. الدرج اللي على الشمال دوت بنحط فيه نص كوباية مسحوق مش أكتر. الدرج اللي في النص بتاع الزهرة كومفورت التون، الحاجات السائله للمعطرات. الدرج الاولاني في حاله ان انا اغسل بري ووش اللي هو الفومين غسيل شديد الاتساخ، بحط ربع كوبايه اضافي كمان. كل 10 غسلات بضغط على الزرار دوت، اطلع الدرج اغسله وانضف من تحته وارجعه تاني. بعد ما حطيت غسيل وحطيت مسحوق، ابدا طبعا اضغط على الباور عشان الغساله تبدا تنور قدامي. ابدا اغير البرنامج يمين وشمال على حسب نوع البرنامج، بحركه اي اتجاه. اول برنامج ده برنامج القطن، قطن بجميع انواعه. عندي ملابس الصناعية اللي هي الحاجات السنتكس الألياف الصناعية اللي حاجات اللي على بلاستر. عندي بعد كده الصوف اللي هو البروفلات، ملابس داخلية مش قطن طبعا. عندي هنا كويك برنامج سريع. عندي هنا قطن شديد الاتساخ، الحاجات اللي هي بتبقى عاوزة الفمان اللي احنا قلنا الدرجين. عندي بعد كده عاوز احط غسيل عصره، بس غسيل عصره ده بس ده اوبشن زيادة، اي برنامج بشغل عليه بيغسل ويشطف ويطرد ويعصر، انما ده اوبشن زيادة. اخر حاجه ده تنظيف الحله، كل 6 شهور بجيب على البرنامج دوت وبشغل، بحط ازازه خل صغيره وبسيبها تشتغل تنظف نفسها. بعد ما ظبطت البرنامج المفروض ان انا هضغط على الستارت، الغساله خلاص هتشتغل. الستارت اللي هو قاعد ينور ويطفي، اول ما اضغط عليه اللمبه هتثبت. لو انا محتاج اي اوبشن من دول بدوس عليه الاول. طب ايه الاوبشنات ديت؟ عندي طبعا لو انا محتاج اقلل سرعه العصر او الغي العصر خالص، طبعا اللي هو الغاء العصر دوت، ده الغسيل يطلع لي مبلول. لو انا محتاج اقلل او اغير، طبعا هو كل برنامج هنلاقيه بيغير حرارته وبيغير السرعه بتاعته على حسب خامه الهدوم هو من نفسه. لو انا عاوز اغير في الاوبشن ما عنديش مشكله، وده بيغير الحراره كده طفي خالص، يبقى كده الكولد الماي البارده. عند مجرد ما انا هدوس على الستارت خلاص اللمبه ثبتت، الغساله تبدا تشتغل، هتغسل هتشطف هتطرد هتعصر. الغساله هتخلص خالص هتلاقي دوت بالتالي قاعد ينور ويطفي اللي هي خلصت. افصل زرار الباور افتح الباب بتاعي. بين الغسله والغسله نفس الوقت اللي قعدت، لو قعدت برنامج ساعتين اريحها ساعتين قصادهم، مش هشيل الغسيل دوت واحط دوت. يستحسن لو الكهرباء موجوده قدامي افصلها، او لو لها زرار افصل الكهرباء بعد ما تخلص. ولو النور او لو قطع وهي شغاله يستحسن ان انا افصلها لغايه ما النور يجي ويرجع واشغلها تاني. لو النور مش قدامي، لو الكهرباء بتاعتها مش قدامي، بفصل العمومي لغايه ما الكهرباء تيجي وتظبط وبعدين اشغل. شكرا.